السلام عليكم، وياكم الدكتور عمر القيسي. واليوم راح نتكلم على موضوع يعني شوي أرق طلاب الطب، اللي هو الكواغوليشن باثوي، وشلون نقدر نفككه ونعرفه بشكل سهل. راح اخليكم تحفظون الكواغوليشن باثوي من خلال شغله واحده، اريدكم بس تعرفون رياضيات سهله. طبعا اذا انت تقول لي الان يعني ما اريد من عندك رياضيات متقدمه، بس تعرف تجمع لي وتقسم، وان شاء الله راح تحفظوها بشكل سريع وبعد ما تنسوها. تمام، يلا خلينا نبدا بالفيديو. مثل ما نعرف الان نتكلم احنا على الكواجوليشن باث، ونتكلم على عوامل تخفض الدم الكواجوليشن فاكتورز، فما راح اتكلم على البليتلت. احنا مثل ما نعرف حتى تصير عندك خثره انت محتاج عوامل تخثر الدم، اللي هي البروتينات اللي تؤدي لتخثر الدم وتكوين الفايبرين اللي هي المادة اللي راح تلزم لك البليتلت، الصفائحات الدموية، حتى تكون لك خثرة قوية. فأنت محتاج صفائح دموية و فايبرين حتى تكون لك خثرة قوية. فاحنا ما راح نتكلم على صفائح دموية، راح نتكلم على خط تكوين الفايبرين. هذا تكوين الفايبرين يدخل بعملية طويلة شوية طلاب الطب يتأرقون من عندها، اللي هي الكواجوليشن باثوي او مسار تخثر الدم. طبعا هذه مجموعة طبية كلها ممكن يعني يدرسوها كونها داخلة في الفارماكولوجي، داخلة في كل تخثر الدم. فهذا مو يعني فيديو مهم لكم، واللي يحتاج معكم فقط تعرف الرياضيات حتى تفهم هذا الفيديو. خلينا نبدا بالشرح، ما اطول عليكم. اول مره لازم نعرف احنا فاكتورات او عوامل تخثر الدم هي 13 فاكتور. انا ما كتبتها كلها، كتبت المهمات من عندها. اذا تلاحظون الفاكتورات هذه يعني قسم عندها ينتهي بجين. شنو يعني جين؟ فايبر نو جين. هذه كلها مولده، يعني هي في بالدم لما تكون موجوده. طبعا هي بروتينات موجوده في الدم، قسم كبير من عندها ينتجها الكبد. هاي البروتينات اغلبها تكون غير مفعله. يعني شنو نقصد بها؟ مثبطه، inactivated. ليش؟ لان احنا ما نحتاجها تكون مفعله اغلب الوقت. كان كنا الان صار عندنا خثرات وكانت جلط دمنا، فاحنا نحتاجها في اوقات معينه، لما يصير جرح معين، لما يصير نزيف، تبدا هذه العوامل تبدا بشلال تكوين الفايبرين حتى تكون لك خثره قويه. فأنت ما محتاجها دائما تكون مفعلة، هي تكون بصيغتها الغير مفعلة إلا في حدث معين يصير تفعيلها. فهي 13 عامل، أنا مكتب بس المهمات أسماءهم. عامل رقم واحد اللي هو الفايبرنوجين اللي راح يتحول إلى فايبرين لما يصير أكتيفيتد. البروثرومبين راح يتحول إلى ثرومبين لما يصير أكتيفيتد. التيشيو فاكتر هذا. والعامل رقم أربعة اللي هو الكالسيوم نفسه. والعامل رقم خمسة اسمه لايدن فاكتر، وهذا طبعا في عندنا مرض هو نقص اللايدن فاكتر اللي يؤدي لك إلى نزيف. وعندنا عامل رقم ثمانية اللي هو مشهور باسم عامل المضاد للهيموفيليا، أنتي هيموفيليا أي، لأنه نقص راح يسبب لنا هيموفيليا أي. عامل رقم تسعة اللي هو اسمه أنتي هيموفيليا بي، اللي نقص راح يؤدينا إلى هيموفيليا بي، يعني نصف أو نصف الدم الوراثي من نوع بي، اللي اسمه أيضا كريسمس فاكتور. عامل رقم 11 اسمه انتي هيموفيليا سي، ونقص راح يدينا الى نصف الدم الوراثي نوع سي. والهاجمن فاكتور اللي هو الانتي هيموفيليا دي، وايضا نقص يدينا الى هيموفيليا نوع دي. فهذا بشكل بسيط اسماء عوامل التخثر، راح اخليها موجوده على الصفحه الان، تقدرون يعني تطلعون عليها. وهذا طبعا مهم، الاسماء مرات تجي بالامتحانات. فهذا بالنسبه للاسماء. الان المنطقه الصعبه هي شلون الباثوي نعرفه. الان الباثوي راح اسهلها عليكم بطريقه سهله جدا وتعرفوا. قلت لكم فقط محتاج انا من عندكم رياضيات وليس أكثر. الآن أنت حتى تكون بالأخير العامل رقم واحد اللي راح أرسمه باللون الأحمر، يعني إحنا نهاية نريد نوصل إلى عامل رقم واحد activated. أي يعني activated؟ تمام؟ طبعا ما راح اكتب اي، راح افهمكم انه كل ما راح ارسم راح اقول لكم انه هذا صار اكتيفيشن، لان ما اريد اخرب الرسمه وابدا اخربطكم. انا اريدها بطريقه سهله، وحتى ما كتبتها بالارقام الرومانيه حتى ما اخربطها عليكم وما اخليكم تتخربطون. خلاص، عامل رقم واحد هو الفايبرين اللي يعني ادي لك يتكون الفايبرين من الفايبر نو جين، فراح يتحول الى فايبرين اللي هو الفايبرات القويه او الفعاله الاكتف الغير ذائبه في الدم الان، اللي تبدا تلزم لك الصفيحات الدمويه البليتلت، وبالتالي تسوي لك خثره. تمام، بالتالي وصلنا الخثره. فاحنا هدفنا نوصل الى هاي المرحله. بس حتى نوصل الى هاي المرحله عندنا طريقتين للوصول. طريقه انت لما تنجرح اكو طريقه مباشره تبدا ب
أنه مباشرة من نواتج الجرح هذا، مباشرة من تمزق الإندوثيليوم الطبقة الداخلية للأوعية، مباشرة يبدأ خط لتكوين خثرات دموية اسمه انترنسك، وأكو خط ثاني أنه لما النسيج المتدمر يبدأ يفرز مواد معينة يبدأ ينتج لك خثرة دموية. فأكو خطين لإنتاج الخثرة الدموية، طبعا هم يعملون بالتوازي مع بعض، مو كل واحد منفصل لحالة، بس حتى نفهم هذول الخطين يساعدون على تكون أكبر كمية من الخثرة الممكنة حتى تمسك الجرح. فأي نقص في هذه الخطوط ممكن يؤدي لك إلى خلل في تخثر الدم. ولذلك عندنا طريقين، انترنسك واكسترنسك. طبعا ليش سموا انترنسك واكسترنسك؟ هذا الشرح اللي شرحته أحد الأسباب، وأيضا طرق مختبرية أيضا إلها، فصارت التسمية. فما تهمنا التسمية، بس تهمنا نفهمها بالنهاية. فعندنا خطين، خط راح نبدأ به، خط اسمه اكسترنسك، تمام. خط الاكس ترنسك، هذا خط الاكسترنسك حتى تحفظوه سهل جدا، قلت لكم بس محتاج رياضيات. يلا نبدأ بعامل رقم ثلاثة. طيب يروح إلى العامل رقم سبعة، فهسه ثلاثة سبعة. طيب ثلاثة زائدا سبعة كم يساوي لنا؟ يلا ثلاثة زائد سبعة عامل رقم عشرة. فثلاثة زائدا سبعة يؤدينا إلى عامل رقم عشرة. مبروك، أنت حفظت الأكسترنسك باثوي، سهل جدا. ثلاثة زائدا سبعة عشرة، وانتهينا حفظته. طبعا كل الباقي للواحد هو نفسه مكرر، ماكو شيء جديد، تمام. فثلاثة زائدا سبعة، حكتب زائد حتى تتذكروا، يساوينا عشرة، وبعدين راح نكمل هذا. فهذا هو خط الأكسترنسك الآن إلى أن يكمل، تمام؟ طيب واحد راح يقول لي يعني خلاص بس هذا، لا، نضيف عامل رقم أربعة في هذه المنطقة. من هو العامل رقم أربعة؟ الكالسيوم، حلو؟ فنضيف عامل رقم أربعة بين ثلاثة وسبعة، وخلاص وصلنا الأكسترنسك. فخلاص ثلاثة زائدا سبعة يساوي عشرة. شو اسم عامل رقم ثلاثة؟ تيشيو فاكتر، اللي هذا ينفرز من خلال النسيج المتدمر التشيو فاكتر، ويحفز لك يسوي لك اكتيفيشن طبعا للعامل رقم سبعة. فالعامل رقم سبعة راح يصير يما اي اكتيفيشن صار له، اللي بالتالي راح يسوي اكتيفيشن للعامل رقم عشرة. طيب شلون راح نكمل الباثوي حتى نوصل لفايبرين؟ سهلة. طيب عشرة الان تقسيم خمسة، لو قسمت الان عشرة على خمسة كم يساوي لك العدد؟ اثنين. الآن راح تقول لي دكتور شو هذه جابنها بالنص؟ لأنه عشرة حتى يصير له ورمى صار له اكتيفيشن من الاكسترنسك كمثال، حتى الآن يسوي اكتيفيشن يحول البروثرومبين إلى ثرومبين محتاج عامل رقم خمسة. فالآن عامل رقم خمسة راح يدخل في تفعيل عامل رقم اثنين بمساعدة عامل رقم عشرة. فسهلة، عشرة تقسيم اثنين، عشرة تقسيم خمسة كم يساوي لك؟ اثنين. وشنو بعد الاثنين؟ سهلة، واحد. فالآن خلصنا خط الانترنسك بالكامل. طبعا هذا جزء هو مشترك لكل الباثوي، فمو بس فقط خاص بهذا المجال الاكسترنسك، لكن الاكسترنسك صار سهل. ثلاثة زائدا سبعة يساوي لنا عشرة، عشرة تقسيم خمسة يساوي لنا اثنين، واثنين وراها واحد، وانتهينا. أو اثنين قبلها واحد المفروض، تمام، انتهينا. فخلص هذا بالنسبة لي الأكسترنسك. تعالوا خلي نروح على الصعب الانترنسك. راح تقول يا دكتور عمر مشيتها علينا بالأكسترنسك سهل ما يخالف، شلون راح تمشيها علينا بالانترنسك؟ طبعا راح اضطر شوي امسح، اتذكر عامل رقم واحد اسمه فايبرنوجين، وعامل رقم اثنين اسمه بروثرومبين اللي تحول الى ثرومبين حتى اقدر اكتب البقية، تمام. طيب خلي نمسح الفايبرنوجين حتى يصير لي مجال. طيب هسه نجي للخط الثاني اللي هو خط الايش؟ انترنسك، تمام. خط الانترنسك، خط الداخلي هذا الانترنسك، انتبهوا علي. نبدا بعامل رقم، خلينا نعطيكم بلون ثاني، نبدا بعامل رقم 12، تمام. نبدا بعامل رقم 12. طيب شنو قبل ال 12؟ شنو يجي قبل ال 12؟ عامل ايش؟ 11. فالان رقم 12 لما يصير له اكتيفيشن راح يسوي اكتيفيشن لعامل رقم 11، اللي بالتالي راح يسوي اكتيفيشن لمنو؟ ال 10. لا يا دكتور مو ال 10،
شنو اكو بين او شنو اللي بقى؟ الان احنا 10 كتبناها، منو اللي بقى عندنا؟ 11 و12، طبعا المفروض 10 لكن 10 احنا استهلكناها، منو ظل عندنا؟ عامل رقم 9، عامل رقم 9. فالان 12 11 مو 10 9. ليش؟ لان انت احفظ هذا الاكسترنسك، انت خلص حفظت مباشره الانترنسك، لان خلص مبين 10 استهلكناها، منو ظل عندنا؟ عندنا 12 و11 والمفروض وراها 10 قبلها يعني، لكن ماكو 10 استهلكناها ف9. والتسعة راح يصير له اكتيفيشن الى ايش؟ خلينا نرسم باللون الاحمر، راح يصير له او باللون الاخضر ما يخاف حتى تميزون، حتى ايش راح يسوي؟ راح يسوي اكتيفيشن للعامل رقم 10 ايضا، وبالتالي راح. طيب هنا انا بس بقت مساله، واحد راح يقول لي العدد العامل رقم 8 وين صار؟ حلو، من بقى هنا مكتبنا العامل رقم 8، تمام؟ لان هو قبل التسعة، فامشي ويا الانترنسك بفكرة ما قبله، ما عدا منه هنا 11 العشرة ماكو، فكل شيء ما قبله 12 ما قبله ايش؟ 11 ما قبله ايش؟ طبعا 10 لكن 10 استهلكناها 9، 9 ما قبله ايش؟ 8. والان الثمانية ويا التسعة راح يساعده حتى يسوي لنا اكتيفيشن، طبعا راح يصير يعني القصد انه 11 راح يسوي تفعيل لعامل رقم 9، 9 راح يسوي تفعيل ويا العامل رقم 8 لما يتفعل الى يؤدينا الى تفعيل العامل رقم 10، ونمشي بنفس القصة، رقم 2 راح يتفعل بعدين الفايبر نو جين راح يتحول الى فايبرين وراح نكون خثرة. فهذا بالنسبة للان ترنسك، فسهلة صارت الاكسترنسك والان ترنسك، تصور ما بيها صعبة، هذا اكسترنسك سهل والانترنسك. هسه بقت شوية معلومات إضافية نضيفها حتى تقدرون تفهمون. طيب هسه واحد راح يسألني، أنت قلت لي 13 عامل، وين العد عامل رقم 13 أو 13؟ عامل رقم 13 هذا البروثرومبين لما يتحول إلى ثرومبين راح يؤدينا إلى تفعيل عامل رقم 13، هذا عامل رقم 13 يؤدي إلى كروس لينك بين الفايبرز، يعني بين الفايبرين، وبالتالي يؤدي لك الى تقويه الخثره، يخلي الخثره تكون اقوى، يعني هي راح تكون مكونه لكن يؤدي لك الى تقويتها. فهذا بالنسبه لخط تكون التخثر. طيب هسه خلي شويه نضيف معلومات اكثر حتى شويه نستفاد اكثر من الفيديو. حفظوا لي تسميه لهذا الاكسترنسك، اسمه برو، خط البرو ثرومبين، هذا اسمه خط البرو ثرومبين، احفظوا اسمه خط البروثرومبين. ليش دا اقول هذا احفظوا اسمه خط البروثرومبين؟ لان قياس الاكسترنسك راح يتم من خلال فحص البروثرومبين تايم او وقت البروثرومبين. لعد الانترنسك ايش راح نسميه؟ راح نسميه خط البارشال ثرومبو بلاستين، نسميه خط البارشال ثرومبو بلاستين، تمام؟ ليش؟ لان راح نفحص بفحص اسمه partial thromboplastin time. شنو هذول الاثنين اللي بدي اتكلم عنهم؟ مسألة تخثر الدم احنا محتاجين نعرف الفترة اللي تتكون بها الخثرة، كل ما زادت الفترة هذا مو شيء احسن، هذا معناته انه الوقت دا ياخذ اكثر حتى يتكون فايبرين، وبالتالي وقت تكون الخثرة صار اكثر، معناته اكو نقص في عوامل التخثر. طبعا انت لما ما تصير عندك خثرة دموية كلوت او طبعا ثرومبوس، لما ما تصير خثرة دموية، هذه الخثرة مدى تصير معناها يا اما عندك مشكلة في البليتليت صفائح الدموية، يا اما عددها قليل، عندك ثرومبوسايتوبينيا، طبعا هذه لها قصة ثانية ان شاء الله في فيديو اخر اوضحها، او عندك البليتليت نفسها ما تلتصق مع بعض، تمام؟ في عندنا مشكلة بالاجريجيشن وغيره، تمام؟ او عندك مشكلة في عوامل التخثر، ممكن عندك مشكلة في خط الاكسترنسك، ممكن عندك مشكلة في خط الان ترنسك، او ممكن مرات في كلا، مو هذه حالات اقل، لكن على اكثر يا اما بالاكسترنسك يا اما بالانترنسك. طيب انت لو عندك مشكله في البليتلت، في الصفائح الدمويه، بليتلتس، لما عندك مشكله في الصفائح الدمويه شنو اسم الفحص اللي يقيس لك الصفائح الدمويه؟ اسمه بليدنج تايم، فحص النزيف، والى قصه ثانيه هذا مو موضوعنا اليوم فراح اشطب عليه. طيب اذا انت عندك نقص وعرفت هذا النقص، عندك البليدنج تايم تبع الصفائح او وقت النزيف طبيعي، لكن لا يزال عندك مشكله، شلون تقدر تشوف اذا عندك مشكله في الفاكتورز وتريد تعرف انت يا خط الانترنسك ولا الاكسترنسك؟ من خلال فحص هذا المسار، قلنا اسمه مسار البروثرومبين، فايش راح يصير اسم الفحص الخاص ب بروثرومبين، تمام؟ تايم، فحص البروثرومبين
تايم فحص البروثرومبين او وقت البروثرومبين اللي هو الوقت اللي يصير عندك بالاكسترنسك حتى يكون لك خثرة. طيب لعد الانترنسك كيف نفحصه؟ راح نفحصه من خلال فحص وقت تكون هذا المسار اللي اسمه partial thromboplastin time، فراح يصير PTT وهذه جاية من الاسماء تمام، partial thromboplastin time. ففحص PTT لو زاد يعني معناته خط الانترنسك اخذ وقت اطول وبالتالي عندك مشكلة في هذه الفاكتورات، نقص في فاكتور معين. طيب لعد لو زاد عندك خط البروثرومبين يعني وقت البروثرومبين تايم زاد، يعني عندك وين المشكلة؟ بالبروث رومبين، يعني عندك مشكله بخط البروثرومبين اللي هو يمثل لك خط الاكس ترنسك. طبعا هذه المعلومه وين تفيدك؟ راح تفيدك اول شيء حل الاسئله الطبيه بشكل عام، وبنفس الوقت في الحالات الكلينيكال اللي تجيك حتى تفهم المساله، وايضا في الادويه، لان ممكن المريض يكون ماخذ ادويه مميعه للدم وبالتالي ممكن تؤدي لك لزياده في هذه الاوقات. طيب يا دكتور لحد الان الامور جميله، طبعا شويه راح امسح بعض الأمور حتى أضيف أمور ثانية مهمة أيضا لازم نعرفها في هذا الرسم. خلينا نضيف معلومات إضافية لهذا الرسم. عندنا انتبهوا، عندنا مرات تجي أسئلة أو مرات تجي يجينا سؤال يقول لك يا عوامل متأثرة بالكالسيوم أو أي عوامل موجودة تتأثر بالكالسيوم. انتبهوا، هذا الانترنسك، هذا هنا الانترنسك، خط الانترنسك حتى يبدأ حتى يصير تفعيل للعامل رقم 12 أنت محتاج شغلتين، محتاج كالسيوم ومحتاج الكولاجين والفوسفو ليبيدز. هذه منين تجيك الكولاجين والفوسفوليبيد؟ من النسيج المدمر نفسه. فالكولاجين والفوسفوليبيد راح يفعلون العامل رقم 12. طيب لعد بالنسبة لهذا الخط كيف يبدأ؟ من التشيو فاكتور اللي أصلا النسيج الميت يبدأ أو الخلايا المجاورة تبدأ تنتجه وبالتالي يفعل هذا الخط. بس هي هنا الهدف منه يقول لك أي عوامل معتمدة على الكالسيوم. فالعوامل معتمدة على الكالسيوم سهل تحفظها، لا تخاف من الرسم مو صعبة، راح أفيدك الآن بطريقة سهلة تحفظها. عامل الكالسيوم قلنا يا عامل اسمه يا رقم أربعة، الفاكتور رقم أربعة هو نفس الكالسيوم، فاحفظ كل شيء ويا أربعة. شلون؟ أربعة في اثنين شقد يساوي لك؟ ثمانية. أربعة في اثنين يساوي ثمانية، ثمانية زائدا أربعة تساوي لك كم؟ 12. خلاص هو هذه الفاكتورات اللي يأثر عليها. كيف؟ عامل رقم أربعة هو نفسه، وخط تحول 10 و5 الى 2 ايضا هنا يتاثر بالكالسيوم، فهذا الفكره 4 في 2 ويساوي لك 8، لان ايضا خط التحول 9 و8 الى 10 ايضا متاثر بالكالسيوم، وبقى عندك ايضا العامل رقم 12 نفسه متاثر في الكالسيوم اللي هو 8 زائد 4 يساوي 12. فحفظوا هذه المعادله وانت عرفت كل عوامل اللي ايش اللي جايه من الكالسيوم او اللي اسف اللي مرتبط تفعيلها بوجود ايون الكالسيوم. طيب لعد شنو بعد بقى عندنا ايضا؟ طيب لعد الان مرات يقول لك نحن مثل نعرف انه الفيتامين كي تمام، الفيتامين كي يؤثر على تكون عوامل التخثر. طيب يا عوامل تخثر راح يؤثر عليها الفيتامين تمام، الفيتامين كي راح يؤثر لك على عوامل 1972. طبعا ألف هنا أنا أقصد بها عشرة وليس ألف، وتسعة وسبعة واثنين، فراح يأثر لك على عامل رقم سبعة وراح يأثر لك على عامل رقم اثنين وراح يأثر لك على عامل رقم عشرة، أو يؤديك آسف إلى تكون الكاربوكسيليشن للعوامل هذه رقم عشرة ورقم تسعة أيضا فيتامين كي راح يأثر عليه، فصارت عامل رقم تسعة راح يأثر عليها فيتامين كي، عامل رقم عشرة راح يأثر به عامل رقم اثنين وعامل رقم سبعة، فصارت مختصرة ب 1972 هذه اللي مرتبط تكونها بالفيتامين كي، وبالتالي نقص الفيتامين كي راح يأثر عليها. فهذا أيضا فكرتين مهمة لازم نعرفها بالكواغوليشن باثوي. بقى هنا أيضا بعض الأدوية اللي تشتغل على الكواغوليشن باثوي أو خط الكواغوليشن اللي هي انتبهوا يكون سواء سامعين بدواء مهم اسمه وورفرين تمام، وورفرين. الوورفرين هذا
دواء يؤدي الى تميع الدم، هذا يشتغل الورفرين على خط الايش الاكسترنسك، وبالتالي يؤدي لك الى تقليل في تخثر الدم لما يصير عندنا حالات تجلط الدم وغيرها. فالورفرين اذا نجي نسال لو انطيناه بجرعه عاليه وين راح نلقى زياده في البروثرومبين تايم لو البارشل ثرومبوبلاستين تايم؟ راح نلقى زياده في البروثرومبين تايم، وبالتالي نعرف انه هو دواء الورفرين. طيب بعد اي دواء راح يشتغلون على خط الانترنسك اكثر؟ طبعا فيه هو ايضا هذا الدواء راح اكتبه يشتغل في عوامل ثانيه، لكن نختصره ونقول يشتغل في خط الاكس الاسف الانترنسك اللي هو دواء الهيبارين. الهيبارين فالهيبارين او الهيبارين راح يشتغل على خط الانترنسك، فلو انطينا جرعه عاليه من الهيبارين او الهيبارين فراح نشوف زياده بالبارشل ثرومبوبلاستين تايم، وبالتالي نعرف انه صار عندنا زياده في الهيبارين. ممكن نعطي مضادات الهيبارين مثل بروبتومين سولفيت وغيرها، او انه نوصل للحد اللي احنا نريده من تميع الدم من خلال هذه المقاييس. طبعا عندنا عوامل تشتغل، عندنا دايركت فاكتور 5 انهبيترز، بعض العوامل تشتغل مباشره على الفاكتور الخامس، عندنا دايركت فاكتور 10 انهبيترز ايضا تشتغل على العامل رقم 10، وعندنا دايركت فاكتور او دايركت ثرومبين انهبيتر تشتغل بعض الادويه مباشره على العامل رقم 2. اسماء كثير عندها وتجاريه غيرها ما راح ادخل في تفاصيل، تحب دوروا عليها بس تكون الصوره الان اتصور وضحت عندكم. فهذا بالنسبه للكواجوليشن باثوي بطريقه سهله ومختصر تعرف اهم الافكار. بقى عندنا الانتي كواجوليشن باثوي، هذا الى قصه ثانيه في فيديو اخر راح اشرحها. شكرا لاستماعكم، والقاكم في فيديو اخر. سلام عليكم.